يالله يا من بأمرك قد خلق آدم من طين وانشأت من تربة جسد يغتات. يالله تغرق بدنيا من بطش وظلم في مال ظالم بدنيا من يدك من جات. مهما ترائي له بالأرض وتوهم فقدرتك يا إلهي أقوى القدرات. والآن حيوا معي يا بني العموي الجبال الشوامخ رحبوا مرات. يا مرحبا قال أبو عدنان ما يدهم مزن المطر ذي نزل قطرة ورا قطرات. يا مرحبا تملى أرض اليابسه واليم وما شباب الأمل بالثور بالساحات. أهلا بفضل ابن عباد الذي أقدم فنحن بمثالكم تقمرنا الفرحات. المستمع الكريم، هذا القصيدة كلمة الشاعر الكبير فضل محمد بن ناجي السعدي أبو عدنان، وهي جواب على الشاعر الكبير فضل العبادي. وصحبته جايه
وصحبته دائما ترفع بها همات، والآن يا هاجسي بالله قد ونهم ورد فيك الصافي من عسل كسر. وقول فاضل ابن عباد اننا ننعم بخير ما دام قامت سلميه ثورات، وقول فاضل ابن عباد اننا ننعم بخير ما دام قامت سلميه ثورات، لا يحزنك بطش او ظلم براها الاشرم ولا تضرك ييوش الظلم والازمات، لها نهاية فلن تنجو ولن تسلم ومن على ظلم سوى استحتسى سهما. لا يحزنك بطش او ظلم براها الاشرم ولا تضرك جيوش الظلم والازمات، لها نهاية فلن تنجو ولن تسلم ومن على ظلم سوى استحتساس ما، لها نهاية فلن تنجو ولن تسلم ومن على ظلم سوى استحتساس ما. هذه هي سنة الرحمن هل نفهم من شل بالظلم تمره يلقى ملي جمرة. هذه هي سنة الرحمن هل نفهم من شل بالظلم تمره يلقى ملي جمرة. أبشرك قد غرب نصر الأمم وتم باقي إلا على تليتها سعاد، أبشرك قد غرب نصر الأمم وتم ما باقي إلا على تليتها سعاد، ثورة يمن غدها شاب الغد المفعم بنصرة الحق ومستقبل النظرة. أبشرك قد غرب نصر الأمم وتم ما باقي إلا على تليتها سعاد، ثورة يمن غدها الشاب الغد المفعم بنصرة الحق ومستقبل النظرات، لهم هدف في بناء دولة ستتبسم برفعة إنسان له بالجامعة قدرات، لهم تبسم برفعة إنسان له بالجامعة غدرات، إن طالت أيامها يا فضل لا تهتم عسى بتأخيرها خيره لنا ما جاء. طالت أيامها يا فضل لا تهتم عسى بتأخيرها خير لنا ما جات، بالصبر يا صاحبي والجد بتحسم دام الهدف لأجل كسر الظلم والظلمات، بالصبر يا صاحبي والجد بتحسم بالصبر يا صاحبي والجد بتحسم دام الهدف لأجل كسر الظلم والظلمات.
حساسة المطعم قال المثال من تقدي كذب ما بهبات فتنكشف كل أوراق الطمع واللم ويربط الغيد من شلة يده الغماد فتنكشف كل أوراق الطمع واللم ويربط الغيد من شلة يده الغماد شلت يداه الغمار وثورة الشعب لن ترجع ولن تهزم مغطي شعب انهزم من بعض مجموعات فينتصر ويحقق أمر بيحلم لكن عسى ياخذ العبر لصنع الهد فلا يغير صنم مثل صنم وغشم وفك عقدة ورجع في يده عقدة فلا يغير صنم مثل صنم وغشم وفك عقدة ورجع في يده عقدة ولا يضع مثل ذي قالوا بيتحزم وبسفل الدار فك الحزم والربطات أما عن أرض الجنوب الحر فليعلم أجيالنا كيف حط البيض توقيعات صفقة الصفقات هم قاتلوها ولكن من أخذ ملزم يرد ما شل من دون أي تنقيصات هم قاتلوها ولكن من ملزم يرد ما شل من دون أي تنقيصات فندعو الغدا المتشتت تلتم ولا يضلوا بملقاهم فراق واشتات لا يطرحوها وليمه من قدم يقدم ولا يثوروا فقط على الظلم وقت الكهربائيات إلى هنا نبو عدنان قد ختم فصلت يا من سمعت الغد